صباح الخير بنت ربيعه. صباح الخير عمي صالح. بخير الحمد لله. كيداير الوليد؟ شي الحمد لله، راه مشى عند الطبيب وقال لي ندير الرجيم، هو حلف له دارو. قالك ما الماكله كتقطب مزيان. قول لي امتحانات هاد العام كي دايرين؟ ايوا انا تجا مزيانه، جبت 17 حسن من داك العام. اللهم بارك. انا والله الا تيعجبوني ولاد المغاربه اللي تينجحوا تيجيبوا 17 18 19 حتى 21 تيوصلوا 21. لا بزاف حتى المهم 17 18 مزيان تنفرح. المهم هاكا بنيتي ديري هاد البركه، ناخذ الشومان ديالي. شكرا. عمي صالح هاد المجله راه جديده، وهذه النسخه ليها الاولى، شوفها. اش فيها؟ هذه مجله فنيه. لا ما عنديش مع هاد خياتي. ايوا غير جربها غتعجبك، شوفها. زيزي حبيبتي، عرفتو دار السمسار اللي ولدو خدام في البنكة؟ داك اللي مولكيفة، داك اللي نسيبو كيبيع الزرابي. وادخلي في الموضوع بلا بسالات. ندخل في الموضوع؟ ايوا راه دخلوا عليهم الشفارة البارح في الليل وسرقوا ليهم الدار. عرفتي يا عزيزي، كون غير درتي لنا الكاميرات في هاد الدار. سيري دركي كمالتك، سيري دركي كمالتك. شي مسكين هذاك السي حميد، والله ما عنده باش يخلص الكرا شهرين هادي. وياك خدام في كيدي فلوسه؟ والله يكون في العوان، راه الفلوس تيحضروا ويغيبوا، الله هو اللي عليه وعلى ماش عنده. والله يهديك ويخلص كرا بحال عباد الله يخوي عليا. محشومه عليا، واش راجل سنين هادي هو كاري عندنا، ومني مزير هاد الشهرين هادي نزيدو حتى حنا نكملو عليه نعاودو نزيروه من جديد. والله يهديك، الدار عندنا على من الزيناته، انت معمره ليا بالكريه بالارباح، شي داخل شي خارج تردو ليا بحال الكوري. اسمح نقول لك واحد القضيه، علاش اخويا هاد الدار اللي ما نديروهاش دار الضيافه؟ يعني ميزون دوت، وغادي تدخل لنا الفلوس احسن من هكايا. وشكون اللي قال لك انا لا انا خاصني لنا شي فلوس؟ هالفلوس انا عندي مكركرين لي انا في البنكه، ما عندي ما ندير بهم. وبعدا نقول لك انا هاد الكرايه هادو راه فيهم شي شويه الحسنات. كرايه معاهم الحسنات؟ هي ايوا، انت بعدا على الاقل تتعرفيهم فين غاديين وفين جايين، وكل فاميله شناصبه في القميله ودايره لهم البرنامج. سكت سكت، دابا يسمعوك يسحبوني على برقاقه. حبيبتي نعم، راه خرجات جارتنا لاله حليمه تلقى نسيبتها اللي جايه من الطاليان. علاه نسيبتها؟ جات من الطاليان. واش بغيت ندير انا بالكاميرات وانا عندي جوج الكاميرات هنا في الدار؟ We'll be right back.
راضية راضية هادي في السطح. ها عاوتاني الله يا رجل يا ربي السلام يا رب لا تبداهم النشاط لا تخرها كم عدول هاد الحالة هادي الله يجعلها مغفرة الذنوب. أنا ما كتهضر على هاد الدروج وهاديك الوظيفة النايحة يولي ضربتو يدي ما كيبكي الوظيفة انت اللي قلبتي عليها يا ود السكونة النايحة ياك انت اللي كريتيها ايوا قلنا زعما نجتهدو زعما درجة درجة باش نترقاو الدروج انت كطلعهم كل نهار يا ود الترقية انت طلعتي لأعلى قمة على السطح في المدينة القديمة اش باقي بغيتي ما بغيت والو فين هو الخبز الله نسيتو الله الله الله, الله. والخبز هو اللي متعي الفيلم الحبيبة واش غادي نفطروا على المصيبة وحتى الزرع باقي ما نقيتو الخبز ديال البارح راه قال لك الخبز الا بات راه فيه منفعة ايه انا انت كتنعس الا ما نقيتي الكوزينة من نعمة انا بغيتي نعرف فمك ما كيعيا كرشك ما كتشبع بحال تاكلوا معاك هذوك اللي ما كيتسماو اشنو زعما جنون بسم الله الرحمن الرحيم انا ما ذكرناهم هنا شوف الحبيبه دابا انا ما شبعت راه مات الناس وتيجيني داكشي تيقولوا لي الكوش وما على كيبان فيك هي وراه الدوج بايخلي يبان فيك شي حاجه ولا هذيك الوظيفه وحتى انت ماني انا ياك غادي تفطري معايا راه فطورك عزيز وغالي يا الزين البرتغالي الله ينعمك على الكذاب ياك ايه سارة فين تفطر شكرا الله أنا خبيز فين لقيتيه أقلبت هذه الكوزينة سفا لا لا وما لقيتش واخا يا عمارة على بردتي السم في خزة والفيت علاش كتبت نفور اليوم هذاك الخبيز خليته لبنتي صوفيا خفت على الجيو ما تلقى باش تفطر واش هذيك صوفيا بغات تبقى مقابلنا غير حنا تمشي تقابل راجلها شويه حتى هو راه عنده الحق فيها حتى انا بنتي الله يرضي عليها ويخليها ليا كتجي تشف ليا وتسيق ليا وتعجل ليا اللهم باليه واش كتجري انت الحبيبه انا كطيب لك ما تجي دغيا المصيبه يو كنصور الفلوس باش ما نتجدكش تا هذا هذا ما بيك شوف شوف اش نقول لك خلصتي الضو مشي هو سهمك باي باي ويلي 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 شوي الله يعاونك اسيدي والله يعاونك اسيدي اجي لهنا كيفاش الله يعاونك اسيدي واش ما عرفتينيش اي عرفتك بيبيس راجلي والله ما صدقت على بواك مالو علاش هو تفك وانا وحلت قولي لي عاد نوضي الصباح وتلبسي هاد الجلابه وديري هاد النقافي كتمشي واش وليتي طيابه نقافه كساله اش وليتي قولي لي ناري اش وليتي بغيت نسولك عبيبيس علاش تحولتي بلاصتك القديمه كانت مروجه ماشي قضيه كانت مروجه هنا غيعطيونا حوانت في اطار السوق النموذجي هاي 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 راك مطور عبيبيس كيفاش شتك باغا دي وتجيبي معايا في الهضره صوفيا سبحان الله وخمسونية كتعجبيني بإحدى المطارات كانت طائرة تنوي الإقلاع فوجد بداخلها قط صغير أدخل الروح في جميع الركاب بما فيهم ربان الطائرة أوين إن الوالدك أشنو ماشي معك الحبيبة هذا هي التليفون تيبر بلي وجاب لي هر صابني عملت لك شو شوف شكون اللي حاشا عليك الله يسمعنا خير ألو السلام عليكم مرحبا عم سيدي احترامتي نعماس الله يطولهمكم عم سيدي هي نعماس مرحبا كان عارفها نعماس هي اللي كنرتاح فيها نعماس هي مرحبا عم سيدي توت سويت نعماس الله يحفظكم بارك الله عليك شكون هذه اللي كتعرفها وكترتاح فيها سعاد هاكا تقول عندي توجهك احمر
شكون هي سعاد؟ اه سعاد سعاد. كيفاش واش غتقول لي شكون هي سعاد ولا غادي كحليك السعد؟ القهوه اللي تنجلسوا فيها سميتها سعاد الله يهديك. علاك عليا الا غير شنو القراوي كله خاوي. وشكون هذا سيد السياد اللي بارك عليه واقف وتترعد منه؟ المدير. لأول مرة تعيط على المدير ديالي في التليفون. ايوا على سلامته عمرو ما عيط لك وناش جيتي التقاعد. يا فين غادي بالسلامة والعافية؟ غادي نمشي لعندو. يا انت خليت هاد البرا ديالك وهادي ديال البنكة ديالها مع خوتها وشي باس ما كاينش. شكون عمرك ما حليتي هاد الوراق ديال البنكة؟ علاش بغيت نعدها؟ علاش؟ انا كنعرف اش فيها فهمتي؟ ديك البركة اللي عطونا التقاعد تنزف عليها تنخلي واحد 100 درهم حل بها المحل. هادشي اللي كاين. ايوا الله يفرج راسك يا حبيبة. ايوا هذاك تنسى راسك المصيبة. الله يا ربي الله رجلي مسكين شرف وهرم التقاعد. يا بالحق الله يخطي عليا الله يرحم مويتي. كانت تقول لي الراجل هبه واخا يكون في القفيفه. لا راضيه اش بغيتي دار المصيبه؟ عرفت انا عزيز عليك وغالي الزين البرتغالي والمراكشي قال لك البرتغالي. يلا وسيري للدار سيري. البيت 18 البيت 18 البيت 18 البيت 18 صوفيا صوفيا البيت 18 البيت 18 قعدي قعدي انا جاي قعدي وامول البيت 18 شحال البيت؟ وعندنا هاد الرومي 18 وهاد البلدي راه غير 30. فك راسك وتسل راه الا قعدوا تاجا وصحاب النظافه والله تيشنقوا عليك. وشكون هادو اللي قلتي دابا؟ هادو هما اللي كيمشيو لديك الجدر ديال المراد. وانا مالي؟ كيفاش وانا مالي؟ راه البيض فيه المرض. ها ها فراسيش. اي ما فراسكش كنتي مسافر. شوف الكروس وراي شو 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 يلو 3 مينوت هادي باش شمعوا المولاتها. لطيف. اي على لطيف. شوف انا غندير معاك مزيان غنشري مع داك البيض كامل ولا كان ب 10 دريال وحده على وحده. يا قلتي لي قبل المريض وراه باغي عندي اليوم يقراو عليه. امي حسن نعطيك واحد البركه وندي البيض ولي يجيو هما يديو لك البيض وما تربح حتى ريال. عندك الحق. شحال عندك من بيضه تما؟ عندي البلدي 63 وعند الرومي 37. هي 100 حاسبه راسها. يا هو ضرب لي 100 في 10 شحال جات؟ 1000 ريال. هي 50 درهم. هي راه سيدي البيض لهنا. وداك الخاوي؟ كيفاش هذاك الخاوي؟ تحمد الله فكيتك راه والله ويجي ويلقاو شي بصمه في شي بيضه يا تتغرق. يلا سلت بحالاتك. الله يجازيك بخير. اجي 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 ما عمرك تمشي من هنا وما راك يجيو قبله. سلت من هنا. ودردك تا دردك تا باغي تحتت معايا. عندك ولي مالك ياك لاباس. يا لطيف يا لطيف يلا زيد تفطري زيدي زيدي. ومالك على هاد الحاله مالك دايره القبو النقاب؟ ما الرجل امي ياه ايوا نسيت. امي اش نقول لك بلي با فراس الدرب تيجري ناس الفرحان سلم عليا بلا ما يوقف. ولي بكره مسبق الفرحه بليله على ما صيفط ليش داك البودي اللي كان خدام عنده ونزل عنده وبغى يطير بالفرحه. واش بها امي؟ وانا دايره خط الزناتي باش نعرفوا علاش بغاه. الله اعلم. يا فمي انت مرتبه ها؟ ايوا كان خصو يقول لك هي يا بنيتي. شوف بنيتي باكي خصو يمشي عند المدير ياك ويهضر معاه عاد من يقول لي يجي يقول لي باك فهمتي؟ ولكن واخا هكا كم كان خصو يقول ليك ياك؟ عرفتي اش خصك بنتي؟ خاصك تكملي فطورك ياك؟ وغادي تنوضي تسيقي وتجفي وتعجني فهمتي؟ وصافي. وبلاتي بعدا امي تنكمل فطوري. لا فطري يا بنيتي وكاع اللي سبقتها هو هذاك كاع اللي جات منك السمن مع العسل. حمدك يا ربي ونشكرك اللي جبتي لي السي عباس تزوج لي بنتي. مصاب ما يكونوا لي بناتها بحالها.
السلام عليكم. اش داني وعلاش مشيت غير نضره من عيونه باش بلاني وراه كواني اش داني راه بصح داك الشي غنى دخلت عليك بالله واش المعنى تعرفيش تغسليهم زعما وانت ساكته بلا ما تغني تصدعينا حنا راه الغنى هو اللي كيدوز ليا هذا الكراكر ديال المعن يا اختي انت اللي جات معاك تغني عندك الحق وتلقيت لقى راسك باش توجدي لنا داك الغدا وفور لينا داك البلبوله انا راه غدا نمشي نصبن ونطلع دوك الحوايج نشرهم دابا في السطح يلا وما تنسايش هذاك الغدا طيبيه لنا بشي ركزه تكون مزيانه ديرها من الفوق ايوا الحمد لله بعدا ملي هنات لي تان الصابون وما تنساش هذاك الصالون تا هو دوزي خمليه اش داني وعلاش مشيت الله يا بنيتي الله مالك على هاد اللهطه تقول واش كانوا سادين عليك وفي الجوع عمي الجوع يا ويلي يا كتجيبك عندي الماكله علاش بعدا ما جيتي عاونتيني في الزرع ولا كتعرفي تاكل هي من الدكي يا تضحكي يا وي مالكي تقولي لي يا مالكي شمت امي حشمت ويلي على حشمت على كاينه شي بنت كتحشم من ما أنا كاينه شي بنت كتخبي على ما يا قولي قولي لي قولي لي يا بنيتي اش داك الشي قولي امي عرفتي البارح خرجني راجلي بيبي ايوا على سلامتك يا قولي تقاديتي وتفركستي داكشي علاش خرجك مزيان وفين داك داني في ججني في لافوار واش شرا ليك شري لي الزريعه طرق كامله ونتناكل وتلح عليه الجنوفه عبرتي عليه حيت كمرتو غير ديال الجنوف الزريعه على الاقل يشري لك اللوز ولا القرقع مزيان تبارك الله سير يا صالح الله يكبر بيك كتشري الفاكهه كامله مكموله من لوزها وقرقعها وحتى البيستاش مزيان تبارك الله قالت لك الزريعه امي بيبيت ما عندوش يلا ما نعطي لما لفمك مزيان تبارك الله عجي عودي ليا كل شيء انا راه امك ماشي عجوزتك الله الله لطيف 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 هاد الدرج خصو ينقصو منو قبل يقاديو لي انا السفن الله يا ويلي شتك دغيا رجعتي اش راه كنت بغيت ندير واحد الكارثه كبيره كنت غادي عند المدير بلا كرافطه وشنو فيها الا مشيتي عند المدير بلا كرافطه الله يهديك راه حنا اللي كنعرف المدير ديالي دابا المدير ديالي اللي مشيتي عنده بلا كرافطه تيحس براسو بلي نقصتي منو الحبيبه سيري جيبي لي هذيك الكرافطه ديالي الله يحفظك المهمتي مهمتي مع من هنا كيف البنت كيف باها كلشي فروح ايوا الشبكه تعيب الغربال وكتقول يا امولات العيون كبار انا وياك انا وياك انا وياك ابو عيون جيب الخاتم جيب العدل هو القيد وانا نقول بنتي ياك شي باس ما كاين شمعنا با ايوا بنات العائله راه تيحشموا على اراضهم وعلاش تحشمي السوق ها ايا فرق البنت واش بغيتي تدخل حتى لشغل العيالات؟ اويلي هي مالك الفضول اجيو على انتوما عيالات الا حنا بلاكات ديال الطوبيس لا ما فهمتينيش زعما اللي بغيت نقصد هو دابا حنا راه عائله وحده دابا هادي راه بنتي ها وانتي امها يعني مرتي ياك فهمتي هاك 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 شد المدير كيتسناكو بالزربه شوفها بنتي الا حشمتي مني عاودي لامك امك غادي تعاود لي انا وانا غادي نعاود ليها جيب لي هذاك السروال الله يجازيك بخير شنو باش نمشي مع الكرافطه عند المدير نوض 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 خير ليك صافي صافي غادي نمشي ليه راسي انا وياك انا وياك انا وياك ابو عيون جيب الخاتم جيب العدل
هو يقيد وانا نقول انا وياك انا وياك. وي نعم بوك ما كيحشم بعيون. وشنو فيها؟ وشنو فيها؟ قال انا وياه انا وياه انا وياه يا بو عيون. جيب اللوز جيب القرقع وجيب حتى البيستاش ولا كاجو ماشي بحال الزريعه او زجلو في الزريعه. فطرتي كملتي؟ يلا نوضي عاودي ليش داكشي فداك الراس وانتي غير ساكته وباك عليا. حشمت حشمت نوضي تبعيني يلا نوضي. ومي ورحشمت وحشمت ديري لها تجي جلسي قولي ايش داكشي خوي لي هذيك المزوده. ومي هذاكشي ما فيه ما يتعاود. اوي يا مسخوط الوالدي دار فيك شي مصيبه وانتي ساكته. أبويتي قولي لي شنو كاين قولي قولي شنو كاين غتسكتي لي القلب قولي. أويلي أويلي على بنت كتصرت ليا في الريق قولي لي الله يقولك من الجناب. أمي وبشوية عليا وتخوتي لي وتدخلي عيني تتلف لي الهضرة كنخلعك. أنا دابا وليت غولة والله ما هضرتي يا طنطة بنتوكل فيك على الله. يلا قولي لي شنو كاين قولي. هو أمي ماشي أنايا هو ولا أنتيا قولي لي شنو كاين. مي فاش خرجت انا وياه البارح طرق كلها وشد ليا في جهه اها الناس تيشوفوا اها وانا محشمانه وحد راعيني اها ومي شد ليا في جهه كاع محشمان. ايوا 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 كيفاش ايوا ايوا شد لي عليا في لسانك. امي شد ليا في جهه حقا ما عندوش العقل. ما عندوش العقل جيل كون عنده العقل قام يشد لك في يديك قام يشد لك في عنقك ويشد لك في عنقك حتى يخرج لك دوك العيني يطرطقوا لك من الراس. انا مالي امي مانيش داير عليك باش درتي على شنو فيها الا راجلك شد لك في يديك راه حلالك. لا امي لا الا راجلي راجلي في الدار ماشي في الزنقه. اوي اويلي اويلي ترجلك رجله ان شاء الله وتنتحك عجله. اش غادي نقول لك اللي فيك راه يكفيك. حيدي عليا حيدي عليا بالك حيدي. ويلي صفرت الله علي العظيم. اوف سيد المدير السلام عليكم. اهلا سي صالح. سيد المدير كاع ما قلت لي اجلس. تفضل تفضل. اييه مسموح لنا نعمل. شكرا. امي صافي امي صافي. امي بغيت نسولك. يلا سولي. ياك امي انتي مزوجه با؟ لا غير مسلفه هكاك حيت ما عمري شفتو شد لك في يديك. وباش عرفتي انت عمر ما شد ليا في يديا؟ ها انا تما معاكم في الدار امي ما عمري شفتو شد لك في يديك. عاد اش نقول لك بنيتي انا ولدتك وربيتك ولكن ما ربيت فيك والو. سبحان الله العظيم خرجتي كتشبي ليا لعمتك طول خالق الناطق ديك السلعه من داك الصندوق. عزيز عليا يا امي تخرجيها ان شاء الله. بالك عليا بالك. ايه استغفر الله العظيم انت اش كنتي كديري من الصباح؟ انايا كنصبلت كركور ديال الحوايج وساليت انت باقا كتعوجي يدك في جوج قجاقج. وهاني قربت نسالي ما تلقي راسك خلاص قال قربت نسالي. يلا فورين على داك اللحم اللي جاب عزيزك البارح. ايوا السر بقيت تشوفي فيا واخا. صوفيا نوضي غسلي الماء نسيقي شوف اش كاين سي صابون نصايب لباك الغدا. وامي وبلاتي بعدا اي تنتسرح من الدروج ونعقل على ماكلتي فين غاديه. ويلي نوضتي قبيله وانتي متفله
جبا كوليتي داير لنا الدروج مشكله، وكون كنا ساكنين فشي عماره فيها 8 طبقات وما كاينش السانسور، اش كنتو غادي ديرو؟ ايوا نوضي دغيا قدي شغالك، مشي انا شوف شي خضره الا كاينه في السوق، بكره خوا لي الثلاجه على شي فرشي قصريه ديالك ستسو. امي واش عرفتي با شحال عنده تاع الفلوس في البنكه؟ علاش نعراتو ما كتهمنا كساتو؟ اش عنده حدو قدو؟ وعندو ركتات الفلوس امي، واحد جوج ثلاثة نوضي أربعة نوضي قدي شغالك. وبلاتي امي بلاتي حسب ليك. واش الناس كتحسب الملايين كتحسب ليا الريالات؟ نوضي تهز دغيا مشى عليا الحال نوضي. صباح الخير يا رادية. صباح الخير يا رادية، قابلي شغلك؟ قل اعوذ بربي الفلق من شر ما خلق. غزالة ديالنا كاينه هنا. غزالة راه في الغابة، هذيك سميتها صوفيا وذبح لها با عجل بس سماها. نقسم امي شوية، يا قلتي با ذبح ليا يعترف. نضحك انت ان شاء الله بلالا. سكتي نوضي قدي شغالك مزيان تبارك الله. ياك اليوم شتك طالع لك الدم ومقلقه ومخرجه في عينيك، واختي انا طالعه نشرع التصبين ديالي، وقلت نيت بغيت نسولك، بلي راجلك طالع هابط طالع اليوم كثر ما طلعوا لهبطيك ما كاين باس. وانتي دخلنا عليك بالله والنبي رسول الله، واش ما عندك شغل من غير هذا؟ يلا تقابلي عباد الله اللي ساكنين في هاد الدار، شكون اللي طالع شكون اللي نازل وشكون اللي فاطر شكون صايم. ويلي اختي راك يقولك عار الجر على جارو، انا راك ياكلني قلبي، كنبغي نعرف عليهم الشاده والفاده. ايه واش بربح عندك في هذا الشيء؟ ويلي ما تقوليش بحال هكا، هذا الشيء راه فيه الاجر. وانا اختي راه الجيران راه بحالهم بحال العائله، اللي عنده شي قرح كنقرح معاه وكنواسي، ولا عندهم شي فرح راه كنفرح معاهم وكنهنيهم. ايه واللي عنده شي فضيحه كتضربي ليه الطر ونوي قسات ياك ادوي وبديك النيه تلقاها الله. ايوا عسيري انا غادي نبقى نتسناك هنا حتى تجي على خاطرك. علاش غادي تقعدي كتسنيني؟ شارك بايا مع باك نفرقوه دروك. يلا والو ما مشاركين في حقه حتى حاجه، انا بغيت غير نسولك على راجلك حيت بقى فيا وقلت ما عرفت مالو مسكين، ياك ما طاري ليه شي حاجه. الله يا ربي بقيتي فيا. يا حسنا وين كان مسكينه ياك؟ واش غندير دابا؟ غادي يضرك راسك الا ما عرفتيش علاش ياك. ايوا زين عند عمر الفرملي. دخلت عليك بالله، عمر غادي يقول لي من راجلك علاش كنطلعوا هابط؟ لا غادي يعطيك فنيده باش يدوز كذاك الراس. الله يخلي قاعده فيك. يلا صمكتني معطاسمك ونوري كي مجعوره. سلام. انا راه مال فكانت تقدر خميس والبارح يا اختي كنت ما مسابيه، انا كنت تقدم السيمانه وكنهني راسي، ولكن حاجه الراجل داز ليا الثلاجه ما كلا لا خزو لا الفيتا لا مكور، كلشي غزو خضر. ويلي 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 ويلي، وانت يا الراجل راه كلا الخضره خضراء، اما انا راه كلا اللحم خضر وزاد حتى الشحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. وانتي متبقلاش مجوجه بنادم؟ ويلي كيفاش اختي؟ وعلى كيفاش؟ كياكل مسوس؟ لا الطبيب ما محيد ليه الملحه. ولكن هو تياكل غير المسوس. ضربين في كتف راجلك عم كي مجوجه جن. بسم الله الرحمن الرحيم يا اختي راضية. مجوجه حيرون. السلام عليكم. قلبي رجليك ما يكونوا في راسي. بسم الله الرحمن الرحيم. هادي عمرني ما تيقنت منها. انا درت با واللي ما عارفاش راك انت اللي مضويه علينا هنايا. خالتي هذه هي البوله ديال الدار. اجي نهضر معاك اجي. بوله محروقه. زيدي قالوا مهمتي جلسي بنيتي. انا خالتك عزيزه عليك ياك بزاف. انت عزيزه عليا بزاف. قولي لي يا بنيتي باك منين جاو دوك الفلوس؟ خالتي زعما انت قاريه وفاهمه. بنيتي حتى لهذه ما بقيت فاهمه والو. خالتي با راه تيتخلص من شهر لشهر على التقاعد. لا بنيتي هادشي راه بزاف حتى على خلاص العمر. بلاتي خالتي بلاتي عافاك بلاتي. غاده فما ديريش هادشي بلاش. لا غير بلاتي نجيب لك واحد الحاجه.
خالتي عفاك الا ما قراي ليا هذاك الرقم شحال فيه وباش تقرا ليا هذه بنيت راه 10 المليون 10 المليون دريال 10 المليون ديال الدرهم بحال بحال لا ما بحال بحال شكون قالها لك على 100 درهم هي 100 درهم وما كان خالتي كتغوتي عليا صافي ما بحال بحالش واش تعرف باك شحال عنده العداويه باك راه عنده مليار واش عارفه شنو هي مليار السلام عليكم وعليك السلام لالا ويلي مال ايا عباس رانا نسيبتك ما كاين ما نسيبتي راه حنا في محل ديال البيع والشراء الله يهديك ايه واخ اروح خمسة البيضات مرحبا هي الاولى وهذوك خمسة اللي بقى ورا لي يلا عزل 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 هنا كل وحدة تعمر ميكتا هاك هاك يلا نعم بسم الله يلا هاك بسم الله لا خدمة الدراري هذه راه خاصك جوج دراهم راه صيفط عليك مع صوفيا تينا صوفيا لالا صوفيا مرتي راه في الدار اما هنا بحال البيع والشراء هاك هاك تخلص وقطع جوج دراهم ديال صاحبتي يلا ناسي كتبغي الحلال هاد السر نسيب عندي كعرفتي سيرفيس سيرفيس وكاميرا دافري شتي بحال هادو يكونوا متكين على عرمه ديال الفلوس الله الخير ما تعشى واجي تبات با يا بنتي الله يرجعك انا زربان تابعني الجامع الله يرضي عليك الجامع كاين حدا الدار لا بنتي غادي نمشي نصلي مع المدير في الجامع ديال الكتبيه با بلا مهم ويصلي في الجامع الكبير في الكتبيه هاوي امشي نجي ليها بابا عفاك شري صباط ديال طال النصاك هاك عليا وجرح عليك تاني هبالك انا باك عام هادي وانا كنطلبو يشري ليا شربيل باقي ما شرا ليا يشري ليك انت هي وانا مالكي انت هي مالكي ها راه عندك راجل كيشري ليك ما عندوش كون عندو كون خلصي بنتو سمعت المدرسة ها باك عندو تا هو راه غير المنطح حدو قدو با راه عندو مليار قالت لي خالتي هنيه ها لو عندو الزعل وهنيا شكون اللي قالها ليها كذبوا عليها او الحلمت بها شافتها في ورقه البنكه ها ايوا هي ورقه البنكه ما كتكذبش وهنيا البلية قار يا مزيان اما راكم تا لا تلاشوا في الهضره ها اجي انت شحال عندك في البنكه اللي عندي عندي ها وما شغل حتى شي واحد فيا ها وليتي كتخبي عليا واش انا بغيت نتفضح في هذه البلاد ها بغيتوا لي الشوها ها ويلي على فين عمر الفلوس كانوا شوها عباد الله فين شوها هي اللي عايشه مع راجل عبيبيس ياك صالح ياك حياتي كلها وانا عايشه معاك وفي الاخر كتخبي عليا الفلوس في البنكه كون ما فضحتك الورقه عباد الله واش نتوما واكلين شي حاجه اخرى من غير الدقيق ها شوف الله يرحم باكم خليوني نمشي للجامع يمشي عليا الحال لا الحال مشى عليك الجامع باقي عليا الحال بولا مهم امي بيصلي مع المدير في الجامع الكتبيه معلوم 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 الرجل عنده مليار في البنكة معلوم ما يجي يسول في سعادة المدير مليار مليار ما تيجمعو غير نيتو نيت واللي هو نيت سيد الرجال فراسك المليار شكون اللي عنده دابا المليار هو اللاعب ديال الكرة والمغني وبا صالح لا با صالح تيصدر الخبيزة الأمريكان الله يهديك أجيو واش هنية البركاكا كانت عندكم هنا هي كانت هنايا ها تتلعب ليكم بعقلكم بس كاع ما بيتفهموا ما بيتعيقوش وقت ما تجي كتخوضكم وكتمشي ها وعيقوا شويه وفيقوا ونوض من القلبه يا كابو العقول نقولوا هنيا كذبات علينا يا وديك الورقه البركه حتى هي كتكذب فين هي ديك الورقه راه فوق الطبله الكبيره يلا نشوفها لا الورقه البنكه ما تكتبش شيء ولكن راه فيها 100 درهم وشي صريف صافي انا نشوف هذا 100 درهم بغيتوا فضيحه بغيتوا تفضحوني فضح يلا شوهوني يلا سيدي هاي هاي الورقه الله يجزيكم اتنقول لكم عندي 100 درهم وشي صريف هادشي لعبد الله ياك يلا سيدي انت خذ ديك 100 درهم ونعطيني غير داك الصريف انا لا خذوا نتوما كلشي 100 درهم والصريف خليوني نمشي انا عند المدير ديالي تيتسناني عندك الدور في كلامك هاداك وتشري لي صباطال ونصاك بالك عليا انت يلا شد انت راه نفرقوا هاد الموسم بالقرن ديال باش تعرفي راه كاين 100 درهم وشي صريف جمعه مباركه أنا ضع صالح نوض سيري تيا بزاف أجيب لي واحد المصلة من القفة سيري هيا هيا بسم الله الرحمن الرحيم منين بعتي يا كنتي كتصنتي عليا ورد الدفا ياك بالعمى أختي راضية هاك ناري لا متبا شكون غيشري ليا صبطال ونصاك سكتيتي كلها وهمو صالح أصالح أنا مزوقة فيك فيق
صالح الله يهديك، زعما الا سقنا ليك اخبار عندك مليار، ها حنا زعما غير حبابك وواليك وماشي برانيين عليك. عند الحق، حنا ماشي برانيين عليك، حنا رجل ديال زمان ولينا عائله. ايا تا اش حرق شطيبتك انت هي ناويه تورتي معايا ولا لا؟ ايوا نوض انت. شكون انا؟ انت با با وفين انا؟ انت يا فسطاحك. ايه عرفت فسطاحي. واش كديري انت هنا؟ جمعة مباركة. صالح صالح الله يهديك، اشنو زعما ملي عقنا بك ملي عندك المليار كتبوح تعنا ودرتي راسك سخفتي اختي؟ انا نقول لك اعطيني داك الصرف اللي فوق 100 درهم ياك ولا بالعاني باش ما يشرش يصبط نصك. انت غادي تسكتي ولا غادي نهرس في باك؟ جمعة مباركة. أرا نشوف ليكون ديال شي حد غلطو في العنوان صيفطوا لي العنوان ديالي. البركة ما كتكذبش. لا سي صالح، هذيك البرارة جات في سميتك وسمح لي أنا اللي فضحتك. ولي هادي أحسن تبرقيقة درتي في حياتك. وأنا اللي حليت البرا؟ يرضي عليك يا بنيتي حتى أنت تستاهلي جائزة. يا وينا؟ واش دابا أنا؟ فايق ولا ناس كنحلم؟ أهي الجمعة مباركة. أش كديري؟ باش تعرف بلي حنا فايقين ماشي ناعسين وتبقى تما كتحماق علينا. ايوا كيفاش انت من حماق؟ واش من تصل المليار راه بالسيف تحماق؟ وماك ما حماقيتي السي صالح شحال هادي؟ هاد المليار راه ما ديالي، راه طاح عليا باطل. واللي طيح على داك الباطل يطيحوا عنا حتى حنا. راه الباطل عباد الله، راه الباطل اللي ما يجيني انا مليار، راه باطل هذا طاح عليا. مسكين، قول بلي هاد المليار ديال شي واحد في صحابي وحطو عندي باش يهرب من الضريبه ياك. اوه ثقي بيا المصيبه الحبيبه، هذا راه مليار طاح عليا. هدايا 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 هدايا، هاد المليار بحال هو اللي يكون ديالي، غتكون صيفطاتو ليا للوزارة تعويض فهاديك 30 سنة اللي خدمت معاهم في الوظيف بحال والو ياك؟ وعلاش لا؟ أييه خدمتي معاهم سنين هادي، هاتي كان بحال سبعة ديال الاستعداد، وساسو عليا ما خلاو فيه لا لحم لا شحم حتى من القصة، كانت على العين كيجي عندي. هذا؟ أييه ومالو كي جاك؟ أنا حاجة واحدة اللي بقات فيا. وسنين وانا معاه وفي الاخر كيخبي عليا المليار. امي بغيتي قبه راه ما عمر ما كذب علينا، ما حالش فراسو عنده مليار. ايه عندك الحق بنيتي الله يرضي عليك، انت اللي عرفتي شنو كاين. يلا شري لي سبطال ونصاك. شوفوا انا غادي دابا نمشي للجمعه، ومنين غادي نخرج من الجامع غادي نمشي نضرب الدار البنكه باش نفرق الجوقه ديال هذا المشكل هذا. وعلاش تنسى ما تعاود لوضو اختي راديه؟ اختي انا وقيلا كيبان لي راجلك عنده الصح، لا يقدر يكون عطيه عليه بحال الباطل هذا المليار ياك؟ هي بما انه هذا رزق سقاه الله به، علاش اختي ما ديريش معاه انت 50-50؟ اي نديرها معاه، نديرها معاه. اشنايا تفنتي فينتي؟ هي تقسمي معاه من النص. شتي انت؟ اه جيت غالطه فيك. اه شتي وبحال والو نكتب معاك. بصح اختي اش غتكتبي معايا؟ الاخوه. اه بلاش عليك بلا ما تمحني، انا كنتسناكم الغدا. الله يخلف عليك ويكثر خيرك. عيطة ما كنتي يمد لي جلق مكتب مايا وغضبان عليا. توحشت راجلي عبيبيس. ولي ترجلك رجلة وتنطحك عجلة. شتي شتي مالك انت علاش رجعتي؟ نسيت الصلاية. اي مالك؟ اين ميت؟ الله مسكين ما يستاهلش. تاش من مسكين؟ راه صاب عنده مليار في الكونت ديالو. مليار؟ اييه. وعلى حبيبتي هذا باطل، الا كان هذا هو الباطل الله يطيحو عليا انا بالشتا. الو الحليمة، فراسك الباطل ولا كيطيح بالمليار؟ صالح جارنا علاه ماشي لقى مليار في الكونت ديالو؟ هي قطعي قطعي. الو الا خديجة، فراسك الباطل ولا كيطيح بالمليار؟ ما
نجي نتسرح ونعود لك على با. تاتشي لاش جايه؟ شتي باك؟ عاودي عليه لامك، انا بعدي مني، ما بقاش عاودي على باك. ناري بنيتي مسكينه، خليتي انا عسى في الصالون وطبليت المدرسه. اذا كانت بنتك جي قابليها، واش فراسك انا وليت كنعس بحوايج خدمه؟ صافي صافي، دابا نولي نقابلك ونقابل بنتي، واش فراسك با؟ يا ربي، انا غنضرب راسي مع الحيط، انا غنتلاح، والله تنتلاح. وشتي فراسك درميت النعاس؟ واش تبغي تعاودي لي على دارك؟ نسي عليا داركم، انا مسوق فيك. صافي صافي ما تعصبش حبيبيس، بغيت نسولك. سولي. خلصتي الصوايه البنت للمدرسه؟ شهد لا اله الا الله، شهد ان محمد رسول الله، مكتب الله كيتصرف. دابا تيدوي على الحسابات، واش تي مرتي ولا كوطابليه؟ شنو هي كوطابليه؟ وشكون عرف؟ عصبتيني تملصت ليا، يا ربي عاد تكون كلمه زوينه. حبيبيس لا اله الا الله. غنبات في الصالون. السلام عليك. الله الله، يا ذاك الانسان، يا ذاك الانسان، على زين فيك الهمة والشان دراري، الهمة والشان دراري، الخوة والتيان دراري، الهمة والشان دراري. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله راضية، والله راضية. والغنى مع الصباح اشهد. واشنو فيها يا سيدي؟ نفرح ونشط ونغني ونشطح كاع الى بغى راجلي. ايه الشطيح متفق معك، ولكن الغنى ما جات شي. اجي بعدا، شتك لابس حوايجك، فين غادي هاد الصباح؟ راه انت اللي فايقه مقلوبه، راه هادي وقيتي فاش تنخرج. بغيت باش نمشي نجيب الخبز باش نفطروا. يلا عذبك ولا يمرتك. انا يا سيدي بسم الله، انا هانا خذ هان مسمن هانا سيدي على حرشة حتى الحلوة، حلي وكون عبثني وتمتع. أجي ياك ما كاين اليوم شي عيد وما سقت لي هنا الخبار، حيت أنا تنعرفك ما كتوجد هاد الحلاوي وهاد المسمن غير العيد حتى العيد. يا سيدي من اليوم إن شاء الله غادي تولي لي منها كل عياد، كل نهار البغرير والبطبوط والحرشة والحلوة وكل ما الضوا الضب في هاد الدنيا غادي نحضرو لك. سبحان الله العظيم، أنتم في هاد الآيات ديالكم ما كاين غير المسمن والحلاوي والبطبوط والهربل، أما كاين غير الدنيا في عند الله. سيدي صالح كل 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 بارك الله هضرة، دابا تسخف بالجوع. كل واخا دابا نعاود نرجع أنا جاي. على فين غادي؟ غادي نمشي نجيب الجريده ديالي ونعاود نرجع. اللي عندك شبيك لي بك، وحتى الجريده هي بين يديك. انا سيدي على انا حمقى نخليك طالع هابط مع الدروج، داكشي اللي خلات فيك الاداره تكملوا لك هاد الدار. انا سيدي وحتى انت. ماني انا؟ انت انت لهلاي اختك، انت هي الزين البر. وي 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 مالك فين غادي؟ غادي صالح. صالح لا في وباش غندهنوا هذا المسمن؟ ديري الزيت والزبده والعسل كيف العاده، واللي بغى شي حاجه ياخذها. واخا منا الا بشر عندي قلب ونظر، وانت كلك خطر ما تبقاش يتحقق فيا، ما تقول لي حتى كلمه. لا غادي نقول لك الكلام، لاول مره تنحس براسي بانه مزوج بمراه. ولا باش كنت كتحس براسك مجوج؟ كبران حتى انا اول مره كنحس براسي مجوجه براجل. ولاش كنتي كتسحب ليك؟ من بعد نقول لك الزين البرتغالي عزيز وغالي. اويلي مالك ان مينوت عاوتاني. الحقيقة اللي بقى فيا هي فلتات ليا الجمعة وتشتنت على البنكة ما دزت ليها باش نعرف هاد المليار منين طاح عليا. يا وانت مالك؟ الله يجد على من جاد، نزل من السماء ولا طلع من الأرض
المهم احنا عندنا المليار. شوف حبيبي انت الا ما قديتيش على داك المليار خليه ليا وتبني اش غادي ندير في باباه. لا حتى انا غادي نعجبك، انا قاد وعرفت ما ندير. ان شاء الله غادي ندير واحد المقاوله صغيره ونخدم فيها الشباب فهمتي، وتكون الحركه عندنا ونقسم البطاله شويه فهمتي، ونديروا الخير مع الناس ونديروا المشروع ديالنا ونكونوا بخير وعلى خير. لا الا كنت بغيتي دير الخير دير بحقك، ما انا حقي عارفه اش ندير به. اش من حقي ولا حقك، راه هادشي ديالنا مجموعين الحبيبه. لا المصيبه المليار خصنا نقسموه بزوج، فينتي فينتي وكل عادي بفينتو ديالو اللي بغا. اجي اش تفنتي فيا مع هاد الصباح، اش هاد اللغه باش كتهضري معايا؟ هادي الاخت ديال العيالات القاريات الفهمات بحال الحبيبه ديالي للهنيه. هنيه؟ ويلا كانت هنيه حبيبه يدلفها طبيبه. واشنا هي هاد فينتي فينتي؟ هي قسامه يعني النص بالنص. هكا وهكا هكا على الشريفه. وعلاش تبغي نقسم معاك بالنص؟ وعلاش اللي حتى ما تقسم معايا؟ علاش ها ورته من باك؟ هاي المليار نزل من السماء اذا عندي فيه النص. ومن قال سيدي هاد المليار عطى لك شي واحد على قبلي انا او على قبل بنتي؟ ها راضيه ديري عقلك، يلعبوا لك بعقلك الله يرضي عليك. راه حنا خصنا نديروا شي مشروع بروجي اللي غادي نتمعشوا فيه حنا والناس وتنعش فيه حتى البلاد. البلاد البلاد معوله عليك غير انت ها؟ على البلاد على مواليها، البلاد معوله عليا انا وانتي والغير ورجالها. انت قلتي رجالها ماشي عيالتها. اي والله يهديك راه كاين رجالها كاين عيالتها. الله يعز عيالات الله يعز عيالات الله يعز عيالات. يا بارك عليك عندك انت كل يد باغي بهاد الهضره ديالك. اسمع نقول لك انا ما كنعرف غير الفيتي ديالي والسلام. شوفي شوفي بعدا راجيه صاوبي عرف فمك اللي ضحكوا فينا الناس، راه سميتها هي فيفتي فيفتي. اسيدي انا بغيت نقول رزقي فينتي وانت رزقك قول لي فيفتي ولا قول لي تكشيطي ولا دفينتي ولا عصيتي كاع شغلك هذاك. في الحقيقه الرزق ساقه الله وانا شغلت نخسر. اقسم معاه فيفتي فيفتي والله تاع حقا دير به اللي بغات شغلها هذاك. الله زيد فين بالسلامه رجلي برجيك حطها البنكة. اجي ومال هاد البلا زمانها فين غادي بها؟ فاش غادي نحط حقي الفينتي ديالي؟ واش انت غادي تكيلي الزرع؟ الله يهديك وراه اليوم السبت كاع البنكة ما خدامهاش. ما تاكليش عقلي بهاد الهضره واسمع نقول لك انا الفينتي ديالي غادي ناخذه بالزز او والله بالخطر. ايه امري لله انا اللي راجي غادي نعطيك النص على خاطرك. ابز منك والعصا فوق منك وترك تعرف كي الا تنعرتي اش كيوقع. راه زنزال ما هو زنزال، التسونامي ماني تسونامي. في الحقيقه الا طلعوا لك القرون كتمضي فيا غير انايا. انا كنعرفك اي اح مالك اون مينوت خذ حتى ديك سمينوت. هي 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 اليوم اش داير البيض؟ البيض اليوم غلا من الدجاج. داير تمعياك ولك يلا هذه وقت ونيت دابا وقت العراسات وقت الحلويات والنجاح. زيد ولدي واحد شوي 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 بارك عليك. عمي دور معايا. شنو هي دور معايا؟ عطيني فلوس. ما عطيتك شي حاجه حسال من الفلوس. انا بيضه اش فين جرب بيضه؟ ويلي ديك راه كل ما انا فيها تعشى بها اليوم. او شوف عندك ديوانك الدراري يلا جري وحده للدار. راك قهرتيني بهاد الهضره البيض راه اللي يكون فيه شي منافع اللي يكون علقوه في بلاصه اللحم. شوف محجوب غنبقاو نديو نجيبو في الهضره والعصر هذه وقيت الخدمه سير خليني نحل محلي. اش من محل ثاني الكرمص؟ يلا سير من سير 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 الله عاوننا وعاونك. وايد 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 حط السيد المدير. شكرا السيد المدير المحترم. شتك جيتي على رجليك فين مشى الطوموبيل؟ الطوموبيل داوها هي غير الطوموبيله حتى السكن علموني باش نخرج منه. 31 عام هادي وانايا كنحلم ساكن وعندي طوموبيله حتى حاجه ما كاينه. يا شتي هادشي باش خايب السكن الوظيفي تيكون الانسان ساكن بخير وعلى خير مرتاح ونسى باش يجي السكن ديالو جا دابا فكر فراسو تلقى فات الفوت. انا اللي ما درت علاش رجعت هاني دابا كنقلب على دار رخيصه لولادي.
حتى يقول لك السيد المدير المكسب ديال الناس عريان. عاد فهمت حتى وصلت ليها. تتعريتي ولكن ما كاين باش. شوف نهار الاثنين ان شاء الله يتسول فيا وما غادي يكون غير الخير. دبر لي على شي سكنه رخيصه. لا ان شاء الله البروجي ديالي المشروع غادي نخدمك معايا فيه مدير، ولكن راه ما كاين لا سكن لا طوموبيل، يمكن ندبر لك على شي موتور. كاع ما بان لي اليوم راجلك هبط يجيب الخبز والجورنان ويدي الطاروكي العاده. واجي فلتات لي وبقيتي كتبركي والو. اويلي ما تقولاش انا فلت شي حاجه. اي ايوا انا اليوم الحبيبه اللي مشيت شت الخبز والجورنان. ايوا ما شتك انت ملي مشيتي شتي الخبز والجورنان والزيت. ايوا يقول لي ما فلت لك والو، اش باقي بغيتي؟ ايوا دير فراسك على لا، الراجل قبل يدير معايا فينتي فينتي. دخلت عليك بالله. اييه ايوا مزيان يا لالا، دابا غادي يولوا عندك الملايين وغادي تولي تلاقي مع الناس المهمين، خصك دي تعلمي تهضري بحالهم. هي لا 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 لا، انا قررت فراسي باش ندير محاربه الاميه والانجليزيه بجوج. ياك انا في الدم يا حبيبتي ويا جارتي، انا نعلمك كيفاش تكتبي وتقراي وكيفاش تعلمي تهضري معاهم. غتعلميني غير الحساب بوحدو. اويلي انت ما كتعرفيش الحساب. اللي دوك الاصفار وداكشي ديال البنكه باش هاد ما بقي في الكيه حتى حاجه، داكشي اللي عنده في الحساب هو لصالح. هذا ماشي مشكل، انت اول حاجه خصك تحيدي عليا هاد الشراوط اللي لابسه. يا ويلي مالهم كي جاوك؟ بغيتي نلبس تكاش؟ تيش من تكاش؟ راه خصك تبدي تلبسي العصري، انا غنجيب لك موديلات اللي غيجيو معاك. والله يعطيك الخير. اويلي العجب هذا، انا شكون كيدق علي؟ انا كاع ما كنسد الباب. وي بنيتي صافية، زيدي زيدي ما تحشميش. واش الزين ديالي هذاك الغزال؟ ويلي على الغزال، الغزال راه في الغابة، بنتك راه دابح عليها با عجل باش سماها. كترطي لي الصرف، الله يعطيك ما تاكلي. دخلي بنيتي دخلي، ما تحشميش دخلي كلسي. مالك شاد راسك تاني تخف من الدروج؟ امي حبيبي راجلي خرجني البيت. ايوا مزيان، فين داك؟ وخرجني من الدار جرى عليا. اويلي هي ضربك؟ ولا ما ضربنيش، هو فاش جرى عليا بالزربه وانا خارجه ويتسطحني الدفه. اغزى فيك الله، حيت انت اللي كنتي خصك تخرجي وتسدي عليه. مزيان تبارك الله، علاش خرجك؟ حيت ما تقاش مراه. دابا سيمانه هادي وانا تنقول لي خلص وي البنت خلص وي ما باش، ومين قلت لي علاش تخاص معايا وجرى عليا. انتي مالكي؟ ومالكي؟ الدراري كضحكوا عليا. علاش؟ هي شتي شي نتيجه ماشي تلهي؟ لا كيقولوا لي ما خلصتيش السوايع تاع المدرسه باك سكرام. قول لهم سكرام وقاد عليها، خليهم يقولوا اللي بغاو. تاتي فطري يا دراتي مالو شنو وخبز يلا. بحال هاد الماركه تما اللي كيعقدوا ولادهم. ايه وتيقول لك مالو الا دعوجين ومعقدين. هذا راه هو الجهل والاميه وعدم التوعيه. بالقى انا اللي غادي نمشي نجهل عليه وغادي نقجو حتى يفلتو عيني ونتي صحاب الحال. لا امي لا، هذاك راه زماني وراجلي وبات بنتي. واخا زمانك راه خصك تعرفي مالك وما عليك. ايه خصك مالك وما عليك ولا عليك. شوفي هو راه خصو يشد فمه ويديه وانت تشدي زمام الامور. وديما خالتك كتقول لك شتاني دابا اللي قالت لك. وراه قلت عليه، قلت لي قالت لي خالتي هنيا خصك تشدي زمام الامور، ويقول لي شدي فمك ولا نهرسو عليك. انا غادي نمشي نهرسو عليه بالحقي بلاتي حتى يجي لي وانت واش غادي ندير فيه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف على بنتي، الله يعطيه الضربة، الله ينجيه، الله يعطيه الدرسة، الله ينجيه، الله يعطيه الطيارة. امين. نطيرو. الله ينجيه. باقي كتدافعي عليه. وراه راجلي. واخا ضربك. راه ما ضربنيش، شتي فاش جرى عليا كنت خارجة وانا نسطح الدفة. لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الله 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 يجعلهم مغفرة الذنوب. شكون هما؟ الوظيفة والدروج. ها بنتي ديا مالك عاقدة راس؟ وي سطحتني الدفة، واش ما بقى حد سطحو الدفة؟ الدفة؟ شتك انت طوال رجليك؟ ولا زيغك كالمليار؟ فين كنتي؟ والله يهديك انا كنت عند المدير ديالي، مشيت اعتذرت ليه وسلام. وعلاش محنتي راسك؟ ديك الساعة عيطت لي غير بالتليفون. لا المدير ديالي اللي تنعرفو، درت معاه الزيادة والكعية، خصني نمشي نعتذر ليه مباشرة. مباشرة؟ لا والله الا طيحتي لي الشك وقعت واش مدير ولا مديره. راه المليار هذا. ايه هاد المره اللي بغيت تمشي عنده غادي نمشي انا وياك رجليا برجليك. الله يهديك يا مدام،
راه المدير وبلي ما راه سميتو السي المختار الله يحضر السلامه. والصداع بدا تيتشعل العافيه كاع مازال ما شمينا ريحه هاد المليار واه بزاف واه يا با عاوتاني غير اعطيناك اي مينوت ميرسي لا غازيت اي شاب انتحر في 28 احلاه فتاة في رجل مسن احلاه. واش هادي جريده ولا كوميساريه؟ ولي با جريده هاديك يا بنتي عرفت هادي جريده ولكن بزاف. واه الجريده عمرها بالاجرام هالنهب هالارهاب هالناس هالمضاربه هالغرام. با شنو هو الغرام؟ الغرام دابا بنيتي هو كيشي دابا انت مجوجه بعباس حبيبي سوى الغرام. لا لا سمحي لي سيري سيري ديها في شغلك سيري سيري بنتي الله يرجعك سيري ديها في شغلك سيري. لا حول ولا قوة الا بالله. ولكن ابا راه مازال ما قلتيش لي شنو هو الغرام. هو بضاض. وشنو هو بضاض؟ واش دابا انت ما عندك ما يدار وسيري كملي خدمتك وانت بارك عليا الناس اللي مري بحال داك النزق ديال الدراز كل مره كتجيبي هذا المشرب بياسه بياسه صبري كلشي في دقه واحده وجي نشري كلشي في دقه واحده. وفي مشات امك عياتها مشات تقدا هي وخالتي عينيا ياه منين جاهم الفلوس؟ البارح شفت عندها هكات الفلوس اجي ومنين جاها هكات الفلوس؟ سلفات من عند خالتي رقيه وخالتي السعديه عند راجل خالتي رقيه وراجل خالتي السعديه وتسلفات من عند خالي احمد وخالي عبد القادر ومرت خالي احمد ومرت خالي عبد القادر وهادشي اللي عقلت. ومزيان من ذلك الفلانة مال هنا وحبسات أحسن. أما كل مشات عند عمامك كل مشكلة وساقوا الخبار كل جاو داروا لي هنا ستربيس وكل لا أش بغا أنا بغيت إيه صبات طالون وصاك. أنا غادي نتهلا في بنتي علاش عندي في الدنيا من غيرك؟ ها هل أقنف ديري كير ما ضاع وراجلي مسيكين إن شاء الله إلا درت البروجي غادي نخدمو معايا وتخلصو مزيان وعلى الأقل غادي نخلصو مزيان ثمن هاد الشلتي صغرت على ثلاثة المرات ماشي هاد الخدمة ديالو تيختم نهار وتيقعد 10 أيام وغادي ندير معاه واحد الكونترادا باش نهار يغوت عليك نطردو ونجري عليه من الخدمه. لا با يخليه انا ولفتي غوت عليا ياك هي انا دابا يرفضوا لي. انت علاش خرجتي لاش انت غشميت ريحه اللحم وخارج مشي راه صاحبي تفضحتينا بابا. واش غادي شنو ثاني شنو بنيتي واش هي تنات وانا غتصدعيني خليني نتفرج شويه غادي نلصق. مالك يا بنيتي مالك ضروني الجوع الجوع من الاول بالي ما ارتاحش لهاد العقروش هادي هكا بنيتي دابا صوالح ما كنت مشكل سيري شري شي باستا وتسني حتى تجي مامك ما قلتيش يا حق مبروك. اما صافي تفكيت منها جريت عليها. واش انت عندك شي عقل ولا خارج ليك؟ كيفاش؟ واش الناس كيجريو على المليار؟ اجري يمكن انت اللي جيعان عيسى لي الفيلم غنشري لك كرتونه ديال الباستا عيط تسنى. واش هاد الحفيره هذا جايني من هنا؟ ايه وراه شفتهم دخلوا بالون فراسي دار لي ما فراس ما يتعاود ما فراسي ما يتعاود عاود لي سي يلاه ايوا سيدي نسيب سي صالح راه ربح مليار ويلي والحومه كلها ثقه الخبر قول لي واش كل بات ولا فروسيه تكربن 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 وتي فلوس قالك تصور نسيبي صالح ربح المليار وانا جريت لي على بنته من الدار اذا انا المحجوب اخويا انا حمار مراكش عقد منظوم جامع الربح جوهرته نهار يسني الهموم والليل فيه سهرته مراكش درت مينا منها مشات اوبا تجي لي راجلي مدير ايه يتستاهل علاش لا انا بغيت اجمع لي راسك قالك مدير كاع ما درت انا مدير لي 30 عام وانا خدام في الوظيفه عافاك با مش بقيتش عيط لي المصونيه يولي عيط لي مرات المدير. شوفي هذاك حبيبي سي اللي باقي عيط عليك المصونيه انا غادي نصوني والدي مزيان با نطلبك واحد طليبة أخرى شي بلا ما تطلبي عمري انتي ماشي تطلبي الطلب ديالك مقبول شري لي أنا وبنتي وراجلي فيلا حدا البحر إيه
وعلاش لا؟ اجي بنيتك ما يتصحاب كان عندي شي 100 مليار. راه عندي مليار وراه قسمته معايا ماماك 50-50. عندي 500 مليون. 500 مليون ما تشري لك حتى براكه في جناب البحر. على مال هذوك اللي عندهم الفيلات حدا البحر منين جاوهم الفلوس؟ ولا رزقو عطاهم الله وكل هذه تمشى على مقدوريته، وحتى حنا الحمد لله على هذا السكن اللي في السطاح. با سمعت امي با تشري دبالج ديال الذهب وتعمر جهه من هنا حتى لهنا. هذيك امك راه حمقى، هذيك راهي تصحابها واش عندها مال قارون؟ شتي الا بقات على هذا الشيء راه ما غادي فين تكملها ثلاث شهور حتى تفضي هذاك الشيء كله وتطب فيه وتعاود حليمه ترجع لحالتها القديمه. شكون حليمه؟ امك. ياك امي انا سميتها راضية. هذا راه غير مثل تيتقال. انا لوالديك. ماليش درت ليك؟ ماشي معك بنيتي، داير التليفون تيهرني. الو السلام عليكم. نعم الحبيبه. حبيبه؟ هاني هابطه الحبيبه، هاني هابط. باش كون هاد الحبيبه؟ امك الزين البرتغالي عزيز وغالي. كذا هذا؟ شو تعطل؟ على سلامتكم. الله يسلمك. هزاز واش هذا ولا هذا؟ بجوج. واش تكون هذا بجوج دقه واحده؟ واخا لك يهضر فينا شي واحد. انت هز انت هاد الساك وهذا غنتحماو عليه انا ومرتك. لا لا سمحت على هنيه نكيز هذا ومرتي الله يجزيها بخير راهي تهز هذا. الراجل عندي كبر عواج ليه الدار. ايه قال لي شحال القوس مول القوس؟ قال لي غادي تشريه بلا فلوس. هذا كبر. زيد زيد مرحبا. سير سير لهنيه سير 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 اجاوني زيد انت فين غير سير. شكرا شكرا. عمي صالح مبروك عليك المليار. الله يبارك فيك اوليدي. وفينا وحقي؟ ايه ما قلت عيب. انا بسم الله اوليدي. سدان هكا خويا زيد مع ديك المليار اللي عندك. هكا وهكا جير الانترنيت كلشي باه فابور. ماشي بحال حنا طلع لنا والدينا غراتوي. ديالي انا تحشتك بنيتي. ماما اجي بنيتي. اش هذا؟ العار البيض. هذا بيض هذا؟ والله الا كان بيض ورات دابا راه يليق الاومليط. ها هو شويه الكمونه. خالتي خالتك عبيبيز دخل اخويا دخل. باين غيدخل فين؟ نسيتي داكشي اللي دار فيك؟ راه ندمت خالتي راه ندمت راه تسامحي حنا ندمت جريت عليها والله. شوفي خالتي ما تقلقي ما والو انا راه انت كنحترمك راه عندي تيف مقام الوالد الله يرحمه. شتي انت كون جوجتي بكري كون ولدتي كبر مني. شهدوا لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله 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 الله. السلام عليكم. نودي تقعدي. بوسي عمي رجل خالتي جدك الله. رجل جدك بوسي اللي يدور راسه. أهلا أهلا. جي شتك ترى تعيب البوسان واش هاد البروشة في راسها المريار. هذاك خينا هذا. قولي أنت كيف أنت طلعتي مع هذوك الدروج؟ انا نقول لك كي دار شتي هذا واخا نكون دابا ساكنين في استفاضه في قرن الجبل غادي يطلع تي عبه راه يديك ها هي هاد امي ما كتحشمش نهضر معاك. بسم الله شويه عليك زيد. عاود ليا لس اش كاين لك لاباس؟ هي مشيتي فين مشيت؟ ما خليتش نمشي ناكل لك وكتا. انا مساوك فك عمي عديني معاك راه والله انا لا مرزق سولوا عليا. هادي يديك معاك المصيبه فين؟ خليه مسكين خليه مسكين راه هو من الكريسه اللي هنا. اسيدي انا غادي نديك معايا. يلاه شوف اليوم غادي تبات هنا ان شاء الله وملي غادي نفيقوا الصباح غادي نديك معايا. وفين غديني معاك عمي؟ شكون عارف؟ المهم نديك معايا وصافي خصني نخرجك من هذا الدار. شوف
عمي راه النمره اللي غتقول لي كتب غنكتب، ما غنبركش نجحد معاك وفراسك العب على حسابي. لعب والله ما تخلص لي، حلفت بالله صافي صافي والله لا خلصتي لي. ولا جاب الله ربحنا اللي عطيتيني الله يجعل شي بركه. السلام عليكم. يا بسم الله والبركة. ايه زيد يا صاحبي زيد، واش دابا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. قاموا بيعفو عليك الله من هاد الحمزيز هذا. ها مالك صاحبي تدور في هذاك الراسك شي باس ما كاين حتى الحمز؟ شنو اجي عمي قول. كاع ما بانت لي ديك التلفازة ديال كورس باركورس اللي كيكون فيها الخيل كل ربع ساعة ربع ساعة. اجي شنو هي هاد كورس باركورس؟ هذاك اللعيبه ديال الخيل اللي كل ربع ساعه كيبينوا واحد رابح. كيفاش؟ صافي صافي تاع انسى. شوف انا غنمشي نقطع ونجي. انا بغيت نقطعها ياك ما مسافر غادي لطنجه. لا شوف دابا عمي انا البارح ملي كنت معاك وفتحتي لي الشهيه القمر انا حالف تنبقى تنجيبها حتى انا لور بحالك. كيفاش؟ شوف عمي انا راك عرفتيني انا راك انا داك الشيء ديال الله. ربحت مليار ولا جوج كلشي غنعطيه لك تتصرف اللي عطيتيني الله يسخر. القمر؟ ولاني انت شحال بروش تفو. شادو باقي النعسين هما اللي جات معاهم ينعسوا، هما اللي يرطح عليهم من السماء حاسين ولا ضانين، ما ضربوا فيه تماره ولا ورثوه، ما غيعرفوا حتى ما يديروا به. حقيقه داك المليار بغاني انا اول حاجه غادي نشري دار في الشارع وتكون شوكه باش نحضر اللي دايز على اليمين واللي دايز على اليسار، وما نكرهاش كنت في الرومبوا باش نحضر حتى اللي حارق الضو. شنو ودي هذا اللي تيدق عنا في السطح مع الصباح؟ ها؟ صباح الخير سيدي صالح. سيدنا وسيدك رسول الله. لالا لالاك بنت النبي. على لالا راضيه باقا ناعسه؟ على هي حمقه ناعسه تخلينا نتسرحوا. ولكن هذا المليار انا ما عندي ما ندير به، اكون بقيت انا غير هاني مع راسي. ياك لاباس؟ لا والو، جيت من الصبح تمي جا دخلت للدار لقيتها هي وبنتها تيتسناو. اش كاين ما تكاين؟ قالت لك انا لا بغيش بحال الناس يا الناس. بغاو يمشيو في طروف المناره على الشريج يتصحبوا واش البحر هذاك. هي هي مقابله البحر لا يرحل، وهي هي مقابله الماج لا تعواج. في الحقيقه عندك موهبه واعره في هذا الشيء ديال الرسم التشكيلي. ايوا انا قلت ما فيها باس تعلم لها شويه ديال الرومانسيه. اه علاه تنقول هذا الحماق منين جا؟ وطرني من عندك. تيقول لك اللي ما عنده هم كتولد له حما جارته. فين مشات هنيه تاني؟ طلعت للسطح تاني. ايوا خليها يمشي يضرب على البرد شي شويه. راه عزيزي ولات كتضل ساكنه في السطح. ولا ساكنه في السطح؟ تتمشي تتفوج مع هذيك المراه اللي في السطح، فين كاين المشكل؟ المراه راه ما كايناش، كاين غير راجلها. ولا كاين راجلها بيعضها؟ لا. وسيري. هنيه راه لا خوف عليها. هنيه راه الخوف منها. راه قالوها الخير ما عنده باه. ايه الخير راه عنده مو عنده حتى جده. وبلا معاني سري انا اللي باغي نعلمها ونحضرها. تعلمها تحضرها وعلميها لراسك يدخل سوق راسو وبدا تسدي عليك دارك. مزيان تعلمي ليا مرتي الهضره هادي. اجي بعدا اش كديري هنا جايبه لي الزيتون ومنوضه مع الصباح الدف دلدله في الدف ياك بنتي لاباس؟ اش مشى لك با مع باك؟ ومالك سيدي هاد المليار دار فيكم هاد الحاله كلها؟ شنو ياك ما نسيتو هاد السطح راه ديال الجيران كلهم ماشي ديالكم بوحدكم. كيف السطح ديال الجيران؟ راه السطح ديال الجيران راه هو. اما هذا راه سطحي عشرين عام هادي باش عرفت عليه وخسرت عليه ديالي باش ندير فيه ان بتي تيراس. بونجور. بونجور. هي هي الاناقه والجمال. اي والله يخليك ليا انت اللي حليتي ليا عينيا وخليتينيش في دار قفلون. ماذا بك كنت غادي ندير؟ اش غادي ندير؟ خالتي هنيه واش كاين شي طلب من هاد الطالون؟ الله ينهلك ويخزيك هاد المليار.
اللي حمقت لي هاد الناس وتلفتيهم على القبله. شي بعدا اش كدير هاد هاد خيتي هنا هاد سامبروك هنا اش كدير؟ ولي استغفرت الله العلي العظيم على هادي برا لي علينا. قوليها لي. هادي راه حبيبتي وجارتي المعلمه ديالي وديال امي. قوليها لي. ما تخافش السي صالح حتى انت غادي نعلمك كيفاش تلبس وتقاد. ولا ما تعلمينيش، علمي راسك اش عندك ما تعلمي فيا. انا عجبني هاد الشيء، عجبني هاد الشكل هذا، انا بخير وعلى خير، الله يخلينا في سباغتنا. انا بغيت نموت هكا وشغلكم، ما بغيت نموت عباد الله هكا. يا بزاف عليك الحضاره. انا 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 الله يخليك سي ماما غي. ها قولي عليها سي ما فهم يا سيغه. دخلت عليك بالله لما قولي لي تقدري تخرجي معايا بهذه الحاله؟ ما خفتيش على شنبك؟ لا انا غادي نخلي على خاطره، ولكن غادي يدير بيني وبين السيمتر الا خرجنا واحد 10 متر ولا 15 متر بقى كتفرج فيه. الله يحفظك. فرقوا لي على با، انا اللي غنولي نمشي جنبي في جنبه. سي الله يا اختك الزين، انا راضي عليك ونكون فرحانه با وانا شاده لك في يديك. انا اللي غادي نشد حق الله على هاد خرجه العقل ديالكم وعلى هاد المليار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلاح اسمعي اسمعي نقول لك، تدري معايا الخاطر شوية ديال السياسة بعدا تيعطيك داك فيفتي ديالك. صافي عندك الحق، أنا غادي نزل ناكل دماغ ونضحكو ونشطو ونشطح ليه كاع داكشي اللي قلتي لي غادي نديرو معاه. صلاح وي صلاح. خالتي نعم. واش معمر جري عليك راجلك من الدار؟ ويلي على جري عليا راجلي، راه كيحمق عليا وكيف كنحمق عليه حتى انا. ويلي راه شريت عمر هادي. وكتخرجي معاه السنكة؟ معلوم كنخرج معاه وكنشد ليه حتى في يدي. تتحشموش؟ ويلي 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 لالا زينة وزادها نور الحمام اللي كان خاصكم كملوا لكم هاد المليار. عاودي الله ينجيك من المشدق الى ضاق. واش انت ما كتشبعش من هذاك البورطابل مقابل على المسلسلات؟ كلا المسلسل ديالو هانتيني تمتبع هذا المسلسل في المليار. والله ما كذبتي مسلسل ومشبك. قول لي فين وصلت الحلقات اليوم؟ واه ماشي الحلقات اليوم، راه قول لي النهايه كي غاده تكون مشوقه. ماشي المره قالت لك السيدي بغات تاخذ فيفتي ديالها وبغات تبرع به وتخلف مضاع. وراه من حقها هي خصها تكايش شي شويه. وراجل السيدي قال لك تا هو باغي يدير مشروع، قال لك يعود عليا بالخير انا والبلاد. وفي الحقيقه راه صعيب عليه، هو راه فكر مزيان. اسرقت الانوار. كنت حشم. ويلي ويلي صوفيا كي جاك هذا بنيتي. هاتي انسجام وكاع عائله سعيده هكا كنكون انا كنكون فرحان. شتي ملي دخلتي راه ضو البيت كله. كنت حشمش عبيبيز حبيبه. ايوا نودي ديري لنا شي غديبه. واش هاد الدجاجه نتناولها تطبيض؟ مالك مسونيا؟ واش كاين شي دجاجه ميته كتبيض؟ وزيدو انت راك بنت صالح مول المليار، واش باقا باغا تاكلي البيض؟ شوفي شوفي يا صوفيا، طيبي لي الدجاجه بجميع اعضائها كامله دون استثناء، وديري لنا الفريت. الفريت؟ اييه رجلك شبعه ديال البطاطا. وجد المناضه. ما كانش اللي كتجيبها بيبيس، ثلاجتنا خاسره ما عندناش فين نبردوها. وراه عباس المريقل هذا اللي راجلك الشريفه، انا نجت جامده ما تجي فين طيبي تطلق هي. هيا جات جات شوفي اش تعطي وهو البقلات وراته اللي يرضي وهاي هاي كجيت كبديتي. امي بغيتي تعرسي يا مالك ما غاتجيش معايا؟ يا بغيتي تزوجي على با مسكين. العلا تزوج على باك مسكين دابا باك راه ولا عنده البليار وغادي يلقى احسن منه. ها قولي هلا كاع ما كنتو مجوجين؟ لا واه كنا مقصرين يا الحمقى، راه كنا مزوجين هذاك الوقت ما كانش عندنا باش نديرو العرس. دابا ملي جا البليار عاد غادي نفرحوا براسنا، ندير شي عراسي حتى نطرطق كلشي القلب. وانا ما كنتي قبل ما درتو لي العرس انا وبيبيس شتي انت غادي نطلقك بداك بور الركابي. صافي واش عندك شي راجل احسن منه وندير لك شي عز حتى كلشي البنات يعجبهم؟ ما بغيتوش اش ما بغيتيش؟ غادي يخطفوه ليا يخلي لي عبيبيس ديالي ما تديها فيه حتى وحده، تبقى يضر يضر حتى هي وترجع ليا. هي يرجع ليك وعطاني نفخك ويبوق لك وش كتبي قولي لي راه دفع ولا تصلحنا امي شي وسامك الما يجري الثاني صافي مثل البلار
وهنا واش تي ضروري تغني الغناء راه غذاء للروح ودرينا احنا بعدا نتغداو عاد شوفي غذاء الروح ديالك انتيا ديري شويه ديال الدجاج بالزيتون والفريت على فين غاديه طالعه عند راضيه لالا شتك سكنتي في السطاح عند صالح صلحي فمك طالعه عند راضيه قالك يلا راه اليوم غادي يجيب لها 50-50 ديالها 500 مليون على وعسى نطيروا منها شي حاجه ربي يا ليلى ما طيري ليا غير 100 درهم واخا لالا شتي انتي مابقيتش كتغني غنعطيك 200 درهم كلها يلا سربي خلاص هنا الميج لا 200 درهم اسيدي عامل لالا عطاك صرف لي 4000 ريال 4000 ريال ها البنكه يدخل نصرف فيها واش انا بنكه البنكه ايه ما منتي اخسر في 4000 ريال ايوا زعما راسك صار الفلوس هادو وكنت راسك شويه كون معاه الله لا تكون معاه اشتري الله يخليك ما اشتري في شي هنايا بغيت غير سول اسيدي سير سير سول اللي بغيتي انا تفرق معايا الله يرحم باك شنو الهضره هادي سير اسيدي سول مراهم البنكه راه غير سير سولها سير 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 حنز فيا تما تشوف والمحزوب راه يمكن قرب يفرج عليك الله غادي نخدمك عندي في المشروع ديالي بلا باك صاحبي بلا تضويره بلا حتى لعبه هاك يفرج عليا الله يفرج عليك عباس امين اخويا وهاك تكون الرجوله ولا فلا عشيري شنو هي عشيري كبرتي انت على هاد الهضره وزيدون اختك تعود تقول لي المعلم راه انا هو الباترون ديالك ولا لا واخا عشيري عشيري عرفتي انت اش غادير انت يمكن غادي نضحك انا وياك انسى قلت لك شي خدمه ولا شي لعبه انسى السلام عليكم عمي صح نعم ولد مبروك المريا الله يبارك فيك والعقوبه المريا اخرى في حياتك ان شاء الله وحقنا موجود موجود تستاهل كل خير احنا ولاد الدرب وزدنا لك واحد المفاجاه مفاجاه واش هي المفاجاه مفاجاه ما كتقالش اي تتشاف تتشاف ايه نشوفوها فين كاينه في الدوره ايه حنا مستعدين نشوفوا المفاجاه الله ودي اللهم المفاجاه حنا دابا بغينا نشوفوا المفاجاه او المفاجاه الاخرى هذا صالح حرب احلى مليا عيني 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 تركم 5 سنين ولكن تسدوني هنا هاني جايب لكم حقكم من المليح فيا الفرحه وفيا الخلعه ما فهمتهاش فيا خصني غير نشوف داك الفينتي ديالي الله يهديك تي هاد الفينتي ما غاش تقاد لك فمك شوف شوف هنايا الله يخليك حقي هذاك نقول ليه اللي بغيت السلام عليكم وعليك السلام الصلاه وعلى سلامتك الله 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 مسكي داكشي اللي خلات فيك الوظيفه والدروج كملتي لك البالي زيك ويتي 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 شوف الضحكة ديال الكذاب وما على وراك الفلوس هاد راه كيبدلوا كلشي الله يهديك على هنية يبدلوا كلشي ولكن انا ما غاديش نتبدل انا غادي نبقى في سباقتي الله يخلينا في سباقتنا شوف
انا غادي نبدل لك ديك الصباغه بالزمنك، غادي نكرطك وندير لك واحد الزبيغه يكون فيها الصقلي ولا شكوش ديال البوزونات اللي هي كدير. انا الصباغه ديال الطوموبيل دا تكرتيني، شوفي الله يجزيك بخير، انا تنطلب من الله نبقى في صباغتي والله يخلينا في صباغتنا. وانا عاود قلت لكم اصلي تبدل وكاع لا تبدل شغلك هذاك. وانا ما تبدلش ليا الصباغه، بغيت نولي بيضه تنشعل. مالك عليا؟ نعاونك. شطات شنطه خفيفه، واش فيها فينتي وفينتي كل فينتي بوحدي؟ لا فيها 50-50 ديالك. بشويه بشويه غادي يطيروا، انت ما تخلقليهمش بزاف. شويه بشويه بشويه يا رازق. بسم الله بسم الله يفتح يا رزاق. بسم الله يا ربي يا ربي. بسم الله بسم الله يا ربي يا ربي. شويه ما تقلقليش، داك الشيء بزاف راه غادي يطير، راه غادي يطير البركه. شوف غادي يحسبهم والله ناقصة شي وحده ما تواضر معاك، فهمتيني؟ وهي صاحبتي في الدم راك تحسبها وهي طايره ياك صاحبتي ياك. معلوم علاش انا جات؟ حلي عفاك تغير، حلي امي حلي دغيا، عصبتيني ياك. بسخوط الوالدين بغيتي تحمقيني؟ واش عباد الله انا عمري ما حسبت حتى مليون، نحسب 500 مليون واحد حدا واحد غادي الحماق. صالح اش وقع لك ملي شتي انت المليار؟ انا مرتي راه جا ملي شت المليار قال لي داكشي فيه شكل، فهمتي؟ ما عرفتش اش وقع لي وعرفتي جاتني ديك الساكته المسكوته. معلوم معلوم انت كيبوي العقل والثبات والرزانه، انا غير اجي وحسب المليار. لا لا يلا يا ربي تكون معايا يا ربي يا ربي يا ربي. بسم الله يا ربي بسم الله توكلي على الله. شوفي ما تحليش دغيا، لا ايديك بشويه بشويه تتولفي. يلا يلا سير. يا ربي السلامة يا ربي يا خشيدي خشيدي. بسم الله الله. تبات تبات عند الممات تبات. هدوء. كيسكي اش اش كي 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 اش هذا؟ فيلم فيلم ما فيلم في فتي ديالي في 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 ها؟ انا ما الفلوس في 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 دابا تسرحت لك بغيتي تقولي في فتي ديالك اللي تتسرحيها. شوف غطعتيني حقي ورزقي ولا والله حتى نخرج لك العينين. صافي معايا خليني نعطيك رزقي. صافي خليني من رزقي. عافاك عافاك انا عفوا بعدا عيف فسر لي شنو وقع. امي فرقي لي على با، واش على قبل 50 من تقلي لي با؟ با عطيها 50 ديالها تربح به. انا مشيت للبنكه وقلت لهم عطيني 50 ديالي و 50 ديال مرتي، انت قلت لهم خرجوا لي فلوسي كلهم جبدوا لي هذا الحساب. يلا يرضي عليكم من بعد من بعد بركت عليهم عندي عندك بالهضره، فهمتي؟ وقلت لهم شوفوا ما تطولوش معايا عطوني حسابي الله يرحم باك، وما يعطوني حسابي. يعطيك الرضا واش اخور؟ قبضت الحساب وانا نترك ديريكت عند المدير. وشنو قال لك؟ قال لي طار. شنو هو اللي طار؟ المليار. فين طار؟ رجع لمولاه. كي شتي دابا انا كان داز عندي غلط، ومنين لقاو طار عاود بيقزبوا لي الجناحين وما يردوا لي الحساب ديال مولاه. فهمتي؟ لا ويلي ما يمكنش. راه حتى انا داكشي اللي قلت لهم، قلت لهم ما يمكنش. وهما يقولوا لي الغلط تيرجع من التليس، يلا خسروا عليا سمح لينا خويا. شوف نقول لك هاد الهضره ديالك ما دخلت من هنا ما خرجت من هنا، غادي تجيب لي حقي ولا والله حتى ندير شي فضيحه. راضي انا عرفتك ما تيقتينيش، ولكن انت راه دزت للبنكه جبتها لي ها الوريقه باش تعرفي اش باقي عندي. راه جوج فرانك اللي كاينه المليار راه رجع لنا المولاه. امشي امشي. واش انا عاد كتقول لي هاد الهضره؟ حتى عمرت انا كولي كريديات ما تفاتني الحبس فين حقي؟ ايوا راه انتي بغيتي تضرب من المقله كيلحمص، راه انتي دابا عاد خيتي هادي وبارك عليك الكريدي، قولها دابا تفك قولها تعاون معاك. ها هي شفلاتو اجي هادا اجي. هانيا هانيا صالح والله ما جبتي لي حقي حتى انتحر. هذاك الشيء علاش داك الشيء علاش جبت لك هاد القنبه باش ما تعذبيش. هنا اونتخي اونتخي لا بورت اونتخي فوالا. يا كصالح كتشفى فيا ياك. حاشا 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 اويلي با توحشت راجلي. حتى انا توحشت عباس، عباس عزيز وغالي وزينو برتغالي. الله 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 سلسال اخويا امشي عليك راه دابا دز القرا تدرج واعري راه دقت الجلي كتكون خطا غير اما تعيش اما تموت. والله سيدي ما فهمت شي حاجه ولا قشعت شي حاجه في هاد الهضره بالله. عمي امي طار لي الفريخ والله يرد بها. يا ربي
لا الله دخلوا دخلوا بعدا تستراحوا ونشربوا شي كويس ديالها تاع زيت زيت. لا حتى شي مره اخرى تتفوت هاد الرعد عافاك. ولا انا بغيت لك واحد القضيه مهمه بزاف. المهمه هي كلفتك بها مرتك هنية. ايوا حتى تدخل غادي تعرف فراسك انت راه عزيز عليا بزاف. حتى انت عزيز وغالي وزينك اتا هي تاع زيت زيت زينك زيت برتغالي. عظيم مالك يا رضيع مالك 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 بغيتها بردة بالحق والله ما قفلتينا في ورط كنتي هانية بخير وعلى خير الحمد لله وكل خبيز ديال الحلال الحمد ربي وشكرا على امك انتي لا بغيت توصلي لين فين بغيت تطلعي لين 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 ما انتي نزلتي والله إلا نزلت فيني نراجلي وحتى حبابي ولي ولي دغيا جاء إبليس وخرجني صوابي ولي والله إلا الحماق الحماق عاد بلي مش تراجي عاد بلي مش تراجي ولي 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 تبتي تبتي ورجعت صوابك راتيا أنا أكلته أكلت هو أكل هي أكلت أربعة في أربعة 16 ايوا و5 في 5 25 انا غنزيرك 6 في 6 36 ايوا والسوي علاش شتي هذيك ماماك راه واحد شقه ليبو سيدي زيدي بنيتي سيدي امي با نعم وليدي الواد كله اللي عطاشيني خاص فين عمرني انا شتك سير وليدي لعندك شي حاجه قضيها واش هادشي اللي علمك والديك راه قال لك ما يرجع عليها فلوس تسير انا راه نضربك هنا شتي شحال كنتكرفصوا باش نجمعوا جوج فرانك وماماك بغيتنا نخسرهم في السوايع زيدي حيدي عليا جبتي سي صالح هنا راه ما خبات عليا والو ولا هي حمقه تستر شي حاجه هي راه بنت الناس الله يعمرها دار المهم المليار قالتو الناس ديال الحومه كلهم اه عباد الله وقالتو حتى الدراري الصغار تصور انا بروش جا تيقول لي راه جاي لك ديك المفاجاه ملي جيت لقيتو جايب لي الدقيقيه وقال لي اعطيني حقي في المليار لا ولكن راه حكات لي على نيتك الحسنه اللي كنتي ناوي دير ولا علاش بغيتي تحكي لك هاد لي ها تحكي لك داكشي ديال الحجايات با نمشي ندير طريح مع الدقيقيه تبارك الله على هنيه المليار طار ها عمي صالح اش كاين بصح اخويا هاد الهضره اللي سمعت سمعتيه قالك المليار طار الا ضاع المليار الحمد لله باقي الجار والله الا عجبتني هذيك الفكره اللي درتي بالله العلي العظيم يعني انك بغيتي دير مشروع بغيتي تخدم فيه واحد المجموعه الشباب وفكره جميله جدا على اي انا غادي نساهم بالفلوس وانت بالافكار ديالك واه وبيني وبينك سي هشمي في الحق انا فهمت ما فهمت ما فهمت والو انا بغيت نعطي الفلوس وانت بغيت تعطي الافكار وديك الساعه بغينا نديرو المشروع اللي كنتي ناوي بغيتي دير هاك واش يكون تحدي واحد تيعطي الفلوس والاخر تيعطي الافكار ياك فهمتي بنيتي ياك تنقول لك باقي الخير الامام البنتي علاش تتبكي زعما علاش تتبكي شوف عمي انا داخل معاك بالنص النص حتى انت شحال عندك ديال الفلوس الولد الزين 20 20000 ريال و20 مليون زعما صافي هي 20 مليون اللي عندك وهي في الصراحة 22 ايوا قر الولد الزين غير قر والله يا عمي ما كنقدر نكذب عليك بالله ولكن والله ما نزيدك على الدرهم شنو هي 25 مليون شحال 25 مليون ليش تغوت انت سمعتي هما كيدوعوا على الفلوس قال لي 25 مليون هانيا صافي فضينا الله يهديكم راه هاد 25 مليون هي ديال هاد مولبين ياك غتشاو لي صبطه انا نصاك ملي تستاهلي العماريه واش تي هاد 25 مليون ديال تنسيبك هي باش غادي نديرو لبنتك العماريه والمليار كذبه وصدقناها مشينا نحماقو فيها راضيه ايوا صافي مشيت نحماق عاشر نعرف قدره ما عندكم علاش تقلقوا الحمد لله كل شيء واجد دابا ها السي الهاشمي
بالفلوس. وانا بهاد الافكار اللي عندي في هاد الدماغ غادي نصوروا الملاير المليار وغادي نديروا 50-50. شتي في صراحه عمي والله العظيم العزيز وغالي زين برتغالي وزين مراكشي. مساح اش كاي فلوس كان من المليار ها اختار من المليار بح ادخل دراري هي حوف المراح ميساجاني ويا زيادي غرجاني ميساجاني ويا زيادي غرجاني.